هنروح لبطلنا في الاسكواش مصطفى عسل، كان بيلعب بطولة العالم جامعات في مصر. الحمد لله مصطفى عسل هو بطل العالم للجامعات رسميا بعد فوزه على النهائي مع على زميله يحيى النوساني بنتيجة 3-0. خلينا نستعرض مع حضراتكم مشوار مصطفى عسل نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. مصطفى عسل كان بدأ مشواره بالبطولة بالفوز على بطل هونج كونج بنتيجة 3-0، وبعدين بعد كده فاز على بطل جنوب افريقيا في دور الثمانية بنفس النتيجة، بعد كده لانه يفوز على زميله يحيى النوساني بنتيجه 3-0، والنهائي كان قدر يفوز على زميله برضه مصطفى السرتي، انا اسف مصطفى السرتي كان في الفاينل انما يحيى النوساني كان في قبل النهائي بنفس النتيجه، وجات الاشواط 11-5 11-7 11-8. مصطفى بعد البطوله سافر على طول لسنغافوره عشان يلعب بطوله سنغافوره الدوليه اللي هتلعب في الفتره من 15 لحد 20 نوفمبر اللي احنا فيه. مصطفى طبعا ثالث العالم الان، مصطفى بيمشي بخطى ثابته ان شاء الله ان هو يروح على او صدارة التصنيف العالمي. مصطفى بالمناسبه 21 سنه، يعني لسه باذن الله العمر عنده لغايه 31 و32 سنه. مصطفى يعني الحمد لله، بس ربنا يحفظه من الاصابات يا رب. مصطفى ماشي بشكل جيد. لشاركت معاه كمان ممثله عن مصر في بطوله الجامعات كانت لاعبه النادي الاهلي ايضا سنه ابراهيم. سنه ابراهيم استطاعت كمان انها تفوز ببطوله العالم للاسكواش الجامعات. الف مبروك يا سنه. سنه ابراهيم لاعبه منتخبنا الوطني ونجمه النادي الاهلي، طبعا دي صوره مجمعة طبعا لرامي عاشور نجم الاسكواش العالمي والنجم المصري موجود في الصورة. طبعا سنة ابراهيم نجمة منتخب مصر، وطبعا سنة اللي في النص هي اللي فازت ببطولة العالم للجامعات للاسكواش، فازت باللقب ده. طبعا البطولة اتعملت من 7 لـ 13. سنة كانت فازت باللقب بعد فوز على زميلتها في المنتخب ونجمة نادي وادي دجلة نور ابو المكارم بنتيجة 3-2. يبدو ان النهائي في السيدات كان اقوى بكثير من نهائي الرجال بالنتيجه 3-2، يعني الدنيا كانت قريبه جدا. نور كانت انسحبت في النهائي بعد اصابتها وما قدرتش تكمل الماتش. سنة ابراهيم فازت في دور ال 16 على بطله هولندا 3-0، وبعدين كسبت بطله فرنسا برضو 3-0، وفي قبل النهائي كسبت بطله اسبانيا 3-1. البطوله دي مهمه جدا لسنة عشان تخليها تاخد خطوات اكبر في الفتره الجايه في البي اس اي او بطوله المحترفين او رابطه المحترفين للسكواش. سنة مشتركه وبتشارك بشكل مستمر وبتلاقي رعايه كبيره من النادي الاهلي ومنتخب مصر. سنة ليها مستقبل كبير جدا. طبعا كابتن محمود ابراهيم والدها احد طبعا يعني المدربين الكبار في الاسكواش، ويبدو طبعا ان هذا الشبل من ذاك الاسد.